طيب عندنا بقى اخبار تخص فايلر وتخص سيرافيزا ديفيد سيزا سيزا معاك. اتفضل. طبعا النهارده فرقتنا النهارده المدرب العام سيزا كان ده المساعد الاول لفايلر، يعني عقد جلسه مطوله مع علي معلول لاعب الفريق في بدايه المران اللي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد التيتش. سيزا طبعا اتكلم مع علي معلول في بعض الجوانب الفنيه ضمن الجلسات اللي بيعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين، سواء جلسات جماعيه او على المستوى الفردي لتجهيز للمرحله اللي جايه ان شاء الله، وتلافي الاخطاء اللي حدثت في الفتره اللي فاتت، وخاصه النادي الاهلي بيستعد لمواجهه الجونه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله في اطار منافسات الجوله 22 من بطوله الدوري الممتاز. شيء مهم جدا ان اللعيبه كمان على المستوى الفردي بيتقعد معاها، مش مستوى جماعي بنتكلم كده وبس، انت اخطا، لكن على مستوى الفردي ممكن واحد من الجهاز طبعا يعني استشاره او بامر من فايلر بياخد اللعيب ويقعد معاه ويتكلم معاه لوحده. مهم كمان انك تتكلم مع اللعيب لوحده أكيد. بتعرف بعض الاخطاء. فده مهم جدا ان كمان فايلر بيقوم وجهاز المساعد بيقوم بالدور دوت.